زينب، أنا ما قلت لك بطلي بالبيت عند أمك بتواسيها؟ إيه صح، قلت لي كمان إنك عم تشتقلي وإنه البيت فاضي من دوني. لك شو عم تعمل هاي الشرشوحة ببيتي؟ شو عم تعمل؟ خرسي ولك؟ خرسي يا بنت الأكابر يا بنت الزعيم، خرسي واسمعي منيح شو بدي لك يا بنت الحزب. اسكتي هي اسكتي. ما رح اسكت. ليش بعدك عم تحسب الحساب؟ هي أبوها الزعيم مات وفطس وجمع موت، والزعامة صارت لإلك، لك حتى البيت باسمك، لأنه أبوها اشترى للعريس مشترى. والأهم من هيك إنه عزه بحبني لإلي، صار الوقت إنه طلع عزه طلع. شو بهي؟ شو الوضع؟ أنا ما عم يصير معي شي جديد. طول بالك تقبرني، كل شي بده شوية وقت ليصير، أنت بس هدي كل شي بصير مثل ما بدك. طيب ماشي، هلا روحي بلا ما مرتي زينب تنتبه لنا، روحي يلا. شو قالت لك الداية عزو؟ ليك لا تكذب علي، أكيد قالت لك إني أنا مستحيل جيب أولاد وإنه العلاج ما راح يجيب معي نتيجة. لا يا حبيبي قلبي لا، قالت لي إنه الأمل برب العالمين كتير كبير، بس الشغلة بدها صبر وبدها تروي. أنا والله خجلانة منك كتير، يعني شو ذنبك تضل مع وحدة مو قادرة تفرح قلبك بولد يحمل اسمك ويسندك بس يكبر؟ إيه علينا، بدك تضلي كامشي هالقصة؟ خدني جيتك خدني جيتك. إيه ولك أنا رب العالمين مفضل علي فيكي، ولك أبوك الزعيم أبو شاكر مفضل علي ليوم الدين، يعني لحم كتافي من خيره. أنا إذا بحملك عفوف الراحة، عفوف الراحة ها، ما برد له جزء صغير هيك، جزء صغير من فضائله علي. شو عم تحكي أنت؟ لك ريتك تشكل آسي يا حق. طيب أنا حابة أخذ رأيك بموضوع. إيه لعيونك أحكي. يعني شو رأيك أني شوف داية تانية؟ لأنه الشرب اللي عم تعطيني إياها بهي شكلها ما منها فايدة. لا لا حبيبتي، لا ما بدنا نشوف داية تانية، لأنه هي الداية بهي معروفة بالحارة ومعروفة بسمتها، بدنا نثبت عليها. خلينا نثبت على العلاج معلش. بس عادي حبيبي، كل النسوان بيشوفوا داية وتنتين وثلاثة. لا حبيبة قلبي لا، أنا قلبي مرتاح لها. قلت لا يعني لا، خلاص سكري على الموضوع بمعيتك. طيب خلاص رح سكر على الموضوع، المهم أنت ما تعصب. يا الحارة، الزعيم أبو شاكر عم باكر عمره. شو؟ الزعيم أبو شاكر عم باكر عمره. ولي علامتي؟ ولي علامتي؟ أبي؟ أساساً أحسن شيء صار بحياتنا إنه ما عندكم لا مسند ولا ظهر. شو قصدك؟ ما فهمت. قصدي إنه لو كان عندك ظهر غيري كنتي ما رح تعرفي أهميتي كتير. الله لا يحرمني منك يا حب. حبيبة قلبي أنا لازم أرجع على البيت وأرجع على الحارة، وشو لازمها؟ لازم أغطي غيابه للزعيم. بعدين انت بتعدي مع امك بتونسيها وهي بتونسك كمان، وخاصه اني بدي طول برات البيت كثير. ماشي ابن عمي. حبيبتي زينب، طولت قعدتك عندي، مالك ناويه ترجعي لبيت جوزك؟ شو امي، مليتي مني؟ لا والله، الله بيشهد اني بتمنى تضلي عندي العمر كله، بس يا بنتي ما بيصير الوحدة تغيب كتير عن بيت جوزها، وما بيصير جوزها يتعود على غيابها. طيب يا مو مثل ما بدك، بكرة الصبح رح شق على البيت وشق على عزه وكم يوم وراجعت لك. هلأ بتكون درتي زعلانة وقاعدة عم تشوح وتنوح على أبوها. لك شو بدنا فيها؟ نحن وصلنا للي بدنا إياه، الله يكون بعونا. إيه خطيت يا حرام. ايه العبيدي بشعراتي، خليني اغفى شوي ارحم ابوك. نعم تقبرني.
شو عم بيصير هون؟ زينب، أنا ما قلت لك بتضلي بالبيت عند أمك بتواسيها؟ إيه صح، قلت لي كمان إنك عم تشتقلي وإنه البيت فاضي من دوني. لك شو عم تعمل هي الشرشوحة ببيتي؟ شو عم تعمل؟ خرسي ولك؟ خرسي يا بنت الأكابر يا بنت الزعيم، خرسي واسمعي منيح شو بدي لك يا بنت الحزب. اسكتي هي اسكتي. ما رح اسكت. ليش بعدك عم تحسب الحساب؟ هي أبوها الزعيم مات وفطس وجمع موت والزعامة صارت لإلك، لك حتى البيت باسمك، لأنه أبوها اشترى للعريس مشترى. والأهم من هيك إنه عزه بحبني لإلي، صار الوقت إنه طلع عزه طلع. عزه إلا قلع من بيتي إلا أنك أنت بتحبني لي، مو لأني بنت الزعيم إلا. لا ما بحبك يا ستي، ما بحبك، بحبني لإلي. وانت عاقر اللي سنتين عم اعطيكي دواء لتبطلي تجيبي اولاد ولا تحلمي بشوفه الولد بعمرك، عم تفهمي؟ وحتى زيدك من الشعر بيت، ابوكي مات بسبب ركني عزه. ابوكي مات بسببي انا، بايدي هدول حضرت السم كل يوم نقطه بكاسه الشاي لحتى فطس، وعزه يلي شربوا اياها. اسمعيني يا بنت العالم والناس، انا مو هاين علي توقعي بالارض وتنكسري، بس انا رح احكي لك شو القصه. انت بتعرفي انه انا كنت فقير ومعتر واشتغلت عند ابوك الزعيم وتحملت اسوته واهانته، لانه العالم عملت لي قيمه لاني اشتغلت عند الزعيم. بعدين قلت لحالي لازم تكسب ثقته للزعيم مشان توصل لبنته، ووصلت لك وتجوزتك. بس انا بحبها لبهية، وبهية من هداك الوقت عم تتحمل كل شيء وعم تستناني. وهلا لما مات ابوكي انا تجوزتها لبهية. وش كان بدك تضلي على زمتي حطك على عيني وعلى راسي؟ وش كان بدك تطلقي؟ أنا رح طلقك وإلك الله. اسمعي يا عزو، مو بنت الزعيم أبو شاكر اللي بتكون على الفضاء، اللي عاش فقير ومذلول رح يضل مذلول، واللي عاش بكرامة ما رح يرضى تهون عليه كرامته. هيك بتطلقني هلا وحسابك انت وهالفاجرة عند رب العالمين. شكيت كل واحد احد. يقبرني ربك شو قلبي حبي. غزة تكي وراجع لي. ايوا انت شو رجعك لهولك فخور؟ ويا لامتي ولا حرف. شو يا بطاي؟ هيك تقابل المعروف تبع الزعيم؟ له شو صاير رجال عم تطلق بنته؟ وقالوا لي انه سدات حالك بانك صرت زعيم الحاره. وانت قلتها، دير بالك على حالك لانه كلمه مني بزتك برات الحاره. زعيم على حالك ولك؟ استغليت غيابي بالاخذ عسكر مشان تعمل اللي بدك اياه، وطلقت بنت الزعيم بعد ما مات ابوها، وقلت لحالك ما عاد الا لا ظهر ولا سند، وصرت تستفرد بالكل لحالك. لك انت منين تعطيني لك سخور؟ لك منين تعطيني؟ رب العالمين، رب العالمين سخرني لارجع بالوقت المناسب. اسمع يا بضاي، بترجع كل شيء اخذته من زينب خانم،
بالحلال بالحرام بترجع كل شيء. وبعك لبكره الصبح ورب الكعبه اذا بشوفك قدامي لاشهدك انت ومرتك بكره الصبح تحمل حالك وتطلع من الحاره. عم تفهم؟ بكره هذا اللي بده يشتغل بالطمع والجشع والحقد هيك بده يصير فيه. ليكني رحت تنازلت عن البيت وعن المالكانات ورجعت الذهب والمصاري، يعني رجعت مثل ما كنت اندبوري. كنت مفكرة حالي متجوزة رجال عنده شخصية، طلعت خروق. حاج حكي فاضي، انت صخر ما بتعرفيه، واحد ما بيخاف الله قتال قتلها. قولوا فعل، يعني لو ما عملت هيك كان شخطني وشخطك. لا اختي لا، برجع اندبوري احسن ما اموت. تعرف شو اكثر شيء حارق لي قلبي؟ انه زينب رغم كل المصايب والمكايد ضليت عزوزة، وانا ضليتني بنت الشحات وهلا متجوزة الشحات. ايه بس حبيبة قلبي هي ضلت بلا جوز وبلا سند وبلا ولد. مين قال لك هالحكي؟ أنا اليوم الصبح سمعت إنه صخر صار الزعيم، مو بس هيك طلب إيده لزينب رح تتجوزها بعد ما تخلص العدة. لأنه زينب بتستاهل ونحن بنستاهل. هاتي البيجة والحقيني.